إحساس إحسان إنك أنت في مرة من المرات حبيت تعبر عن هذا الإحساس، فأنت كتبت مرة تقول إن مدام كوري سيدة لا يمكن أن تكون مثلا للنساء، وأنها تشبه عجل له رأسين، فوالدتك اتهمتك بالرجعية وكانت متضايقة جدا من هذا الكلام، وإنت كتبته عشان تعبر عن شعورك بموقفك المتحدي للمرأة العاملة. لا هو مش تحدي، هو أنا من ناحية العامة كتفكير عام أؤيد ومقتنع بأن المرأة يجب أن تعمل، من حقها أن تعمل أي عمل لأنها في شخصية مساوية للرجل، إلا إذا انشغلت بالأولاد، لأن تربية الأولاد في نظري هي شغلانة عامة. إنما بالنسبة لي شخصيا كابن بقى محروم من الوقت الكافي اللي تدهوله أمه انشغالها في عملها، ده اللي كنت فيه دايما مختلف مع والدتي، ولذلك قادك التفكير انك انت تتجوز سيدة غير عاملة. يعني اقول لك حاجة عجيبة جدا، احساس عجيب جدا. تعرف انا احد اسباب نجاحي او استمراري في الصحافة اني ابطل ام الشغل. يعني كنت عايز واخدها رسالة يعني ان انا اشتغل لغاية ما امسك مؤسسة فوزة اليوسف كلها واريح امي في البيت تقعد وتستقبلني وتدلعني وبتاع زي ما كانت عمتي بتعمل معي. فده خلاف، انما انا بعتبره انه احاسيس قائم على الاحاسيس الشخصيه. انما كفكره عام انا بأؤيد ان المراه تشتغل. لانك يا استاذ احسان اذكر انك قلت بعد كده انك انت لما فتحت بابك العام كعمل فوجئت بالناس والنماذج اللي جات لك، ان معظم الحائرات ومعظم المخدوعات كلهن غالبا لا يعملن، وانك انت كنت ترى انه لازم المراه تقوى لتحمي حبها بقوه الشخصيه والاستقلال الاقتصادي، ودول لا سبيل الا بالعمل. هو شوف انا ايماني المطلق وما اللي انا مقتنع به هو ان البنت يجب الا تتعرض لاي فراغ. اخطر حاجه على البنت وعلى الولد هو الفراغ. نعم. فالبنت اللي ما تكملش تعلمها مثلا وتفضل قاعده في البيت مستنيه يا عبيس، ده يشملها بنوع من الفراغ خطر جدا، لان الفراغ هو الذي يؤدي الى كل اللي يحتمل كل المآسي والمفاسد. يعني ممكن يؤدي الى الانحلال او يؤدي الى اي تطور، يعني ما هواش بس لمجرد الفراغ. انما عشان تغلب الفراغ ده لازم تملاه. فالبنت زي ما ملت